So we make Moroccan sweets for Ramadan and Eid. We also make Moroccan dishes such as pastela, couscous and things like that. There's Moroccan tea, as you can see on the table. There's silo, which is another traditional sweet that we have with a spoon. أنا الإنسان مختصة هي المديرة هي اللي اسكلفت بالمهرجان عبدت الزوجة ديالي قالت تجيب التقاليد تاعت الجزائر ودرت كاع الحلويات. بالأساس أنا مصرية بس كنت سكان الأردن لعشرين سنة فاختلفت الهوية بالأكل شوي بالإضافة للمصري صار فيه إنه الأكل الأردني والفلسطيني. هي كلها منتوجات طبعا يدويه مصنوعه في المغرب كلها من صناع يعني من مختلف المدن. معايا two different things. معانا عدسات. عدسات معانا five colors and they're very natural. So the aim انت على الكومباني هو الانسان اللي بيكون عنده eyes very very dark. تعرفوا على يعني مطرزاتنا وعلى يعني ثوبنا الفلسطيني. So احنا عندنا two products today. البرودكت الاولى اللي هو صابون كله مصنوع من مواد طبيعيه عباره عن oils و butters. I sell jewelry as you can see. I've literally brought an exclusive line today just for the event. والله فكرة المعرض يعني بحكم أنا بعرف مغاربة كثار عندهم يعني أعمال وبيشتغلوا من البيت وبروح معارض كثار فإجتني هيك الفكرة قلت ليش ما أعمل معرض مغربي عربي ويكون يعني أول معرض يعني مغربي يجيب الثقافات الثانية يعني كضيوف. I feel like it's nice to bring the Moroccan culture into the country, especially because obviously there's a lot of people that don't know it's here. So in events like this, we get a chance to actually show it off. حلو والله جميل جميل جدا يعني هواي ناس يجون هواي ناس يحبون يعرفون على المعلومات وهواي ناس تحب الأشياء الطبيعية فهذا الشيء يعني we found out about today. الحمد لله كانت بيزي أكثر من المتوقع بصراحة وكأنه سبحان الله يعني الناس كانت محتاجة هذا المجمع هذا الحمد لله. حلو كثير أول مرة يعني أتواجد في المكان.